بسم الله الرحمن الرحيم، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. ننطلق في هذه اللحظات مع انطلاقة وتحديات أشواطنا في مساء هذا اليوم في انطلاقات هجني أصحاب السمو الشيوخ. مباشرة أتقدم مع الصدارة والمقدمة في انطلاقة تاسع الأشواط، مزعل على المركز الأول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مختار بن أحمد بن عبد الملك في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني سلهود القادم لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب. والمركز الثالث المركز الثالث تابع في هذه اللحظات وضاحة للقادم لسمو الشيخ الهيام بن زياد بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين في المتابعة. المركز الرابع ياتينا سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في المتابعة. والمركز الخامس والسادس هملول وهملول العايدة الملكية لهدنا رياسة بمتابعة المضمر حمدان بن محمد ضم روشد في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي النتيجة وندانا الأول ما بعد انطلاقة هذه الأسماء واندفاعت هذه الأسماء على أرضية هذا الميدان. عود إلى الصدارة، عود إلى المراكز الأولى، عود إلى المقدمة. من تسلل في هذه اللحظات وغير مع الصدارة والمقدمة هملول أو سلهود عفوا سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع الحميدي. من يتابع انطلاقة سلهود على المركز الأول مزعل على المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مختار بن أحمد بن عبد الملك في المتابعة. والمركز الثالث والضاح الواصل لسمو الشيخ الهيام بن ذياب بن سيف آل الهيان الصادق فضل الأمين في المتابعة. والمركز الرابع يتسلل هملول من هجن الرياسة بقيادة حمدان بن محمد بن روشد. والمركز الخامس سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في المتابعة. والمركز السادس يتواجد وينطلق هملول من هجن رياسة بمتابعة حمدان بن محمد بن مروشد. من يتابع ومن يراقب انطلاقة هملول من هجن رياسة في هذه اللحظات مع هذه الانطلاقات. هكذا هي النتيجة لمسار هذا الشوط الثاني. ندانا للست المراكز الأولى المتقدمة، ولكن عودة الصدارة، عودة مع البداية، عودة مع الصدارة والمقدمة اللي على المركز الأول. ينطلق سلهود على المركز الأول العايدة ملكيته لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقوبع. من يتابع أبو بطي في هذه الانطلاقات والتحديات. المركز الثاني مزعل القادم، مزعل يبغي السلام إلى بدع ثلاب مع انطلاقة شعار معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مختار بن أحمد بن عبد الملك في المتابعة وفي عملية التضمير. وصول على المركز الثالث من وضاح القادم لسمو الشيخ الهيام بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في المتابعة. والمركز الرابع النقلة والدور دور المركز الرابع ياتينا هملول على المركز الرابع من هجن رياسة بمتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد. المركز الخامس يتواجد وينطلق على خامس المراكز هملول من هجن رياسة بمتابعة حمدان بن محمد
بم روشد والقادم سلهود، القادم سلهود على المركز السادس لاسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي النتيجة الثالثة مع هذه الأسماء المنطلقة والمتقدمة في مسار هذا الشوط، شوط اللي يحمل انطلاقات أشواط الجعدان في أمسية هذه الليلة، انطلاقات وتحديات الثنائية من هجن أصحاب السمو الشيوخ تاسع الأشواط في مجموعة عودة مع الصدارة، عودة مع المقدمة، عودة مع سلهود على المركز الأول، سلهود على الصدارة والمقدمة، وبدأ يقترب من منتصف الثمانية كيلومترات وهو يقود مساري هذا الشوط. العايدة ملكيته لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع الحميري، من يتابع من يراقب انطلاقة سلهود على المركز الأول وتحديات سلهود في عالم الانطلاقات والأصايل مع هذا الشعار. المركز الثاني مزعل، مزعل القادم مزعل لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مختار بن أحمد بن عبد الملك المتابعة ووضاح قادم، وضاح بدأ ينطلق في هذه اللحظات وضاح لسمو شيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين المتابعة، يبغي النقطة السابعة لهذا الشعار في أمسية هذه الليلة. غير وضاح انتقل من الثالث إلى الثاني إلى الأول، تراجع من مزعل ولا زال مزعل على المركز الثاني، تراجع من سلود على المركز الثالث، المركز الرابع والخامس هملول وهملول لهجن رياسة بمتابعة حمدان بن محمد بن مروشد، وصل سلهود على المركز السادس لاسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بمتابعة طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي النتيجة، هكذا إذاعتنا مع المراكز المنطلقة والمتقدمة مع شوطنا التاسع ما قبل خاتمة أشواط أمسية هذه الليلة في سن الثنايا. ما شاء الله، كيلو الغابات والثلاثة كيلو مترات، نتابع انطلاق وتحدي وسرعة مع هذه الأسماء وشعارات. وضاح المركز الأول، وضاح على الصدارة على المقدمة، تعود ملكية وضاح لاسمه شيخ الهيان بن ذياب بن سيف آل الهيان الصادق فضل الأمين، من يتابع وضاح على المركز الأول. المركز الثاني سلهود لاسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في المتابعة، والمركز الثالث، المركز الثالث مختار بن عبد الملك يأتي ويتابع. هنا انطلاقة مزعل، مزعل لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مختار بن أحمد بن عبد الملك بالمتابعة في عملية التضمير والتسير والمتابعة. ما شاء الله، المركز الرابع، المركز الرابع هملول قادم من مؤسسة هجن الرياسة بمتابعة حمدان بن محمد بن مروشد، من يتابع من يراقب انطلاقة وتحديات القادم في هذه اللحظات. هملول على المركز الرابع، المركز الخامس كذلك ينطلق ويتقدم في هذه اللحظات، ينطلق هملول من هجن رياسة بمتابعة حمدان بن محمد بن مروشد، يبغي النقطة الثالثة لهجن رياسة وجماهير هجن رياسة في أمسية هذه الليلة، وصول على المركز السادس من سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بمتابعة طارش بن مبارك بالقوبع. ما شاء الله، غادرنا 2 كيلومتر، بدأنا نتوجه في هذه اللحظات واتجهنا سليم مباشرة إلى خط النهاية إلى ناموسي هذا الشوط. غير مزعل، مزعل على المركز الأول، مزعل على الصدارة، قادم بن تاج بن عثلاب، انتاج بن عثلاب مختار بن أحمد بن عبد الملك في صراع مع الصادق،
مع الصادق فضل الأمير ما شاء الله. هنا نتابع انتاج محيري القادم في هذه اللحظات مع انطلاقة وضاح 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 العايدة ملكيته لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان. من يتابع الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والتدريب ما شاء الله ثنائية ثنائية ما بين الصادق وما بين ابو عبد الملك مختار بن عبد الملك. من يتابع ولكن حذاري من مراشي القادم حمداد بن محمد بن مروشد ياتي ويقدم هماليل هماليل الرياسه القادمه وسلهود وكذلك سلهود القادم لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم بقياده طارش بن مبارك بالقوبع. ولكن اعود مع الكيلومتر الاخير وضاع المركز الاول وضاح وضاح ومن الجانب الاخر يتقدم على المركز الثاني مزعل ولكن هماليل الرياسة هماليل الرياسة قادمة في هذه اللحظات بقيادة المضمر حمدان بن محمد بن مروشد رباعية بالخماسية أمست في هذا المسار مع انطلاقة الهود العايدة ملكيتة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالقوبع. ولكن أعود إلى الصدارة هملول اللي غير هملول تقدم على المركز الأول هملول على الصدارة والمقدمة هملول إلى النقطة الثالثة إلى جماهير إلى محبين هذا الشعار الغالي شعار هجنة رياسة شعار هجنة رياسة على المركز الأول وعلى الصدارة والمقدمة. مشكور حمدان بن محمد بن مروشد. من يتابع من يراقب هذه الهماليل والانتصارات المتتالية في ميدان المرموم لهجنة رياسة تهانينا والناموس لهجنة رياسة وجماهير ومحبين هذا الشعار الغالي والنقطة الثالثة لهجنة رياسة في أمسية هذه الليلة في سنة الثنايا مع المضمر حمدان بن محمد بن مروشد المركز الثاني. وصل هملول من هجن الرياسة المركز الثالث سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. والمركز الرابع وضاح لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان. هكذا هي النتيجة. نعود مع التوقيت الزمني عودة مع التوقيت الزمني مع هملول من هجن الرياسة تهانينا والناموس لهجن الرياسة تهانينا والناموس المضمر حمدان بن محمد بن مروشد. التوقيت 13:20 زين من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة المركز الثاني هملول كذلك لهجن الرياسة مع المضمر حمدان بن محمد بن مروشد. نتابع توقيت هملول اللي احتل المركز الثاني 13:24 سبع أجزاء من الثانية. المركز الثالث اللي وصلنا سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. والتوقيت الزمني 13:25 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.